Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Jibril Wahab. I'm from France and I was nominated by Issam Bayan for the Quran Challenge. Now, I'd like to nominate Fatih Sefrajik, Muad Ayashi, and finally, Ilyas Bader. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.